وهذا سائل يسأل يقول: هناك من يقول بأن معية الله هي معية ذاتية بدون اختلاط ولا امتزاج بالخلق، ويزعم أن هذا هو قول أهل السنة. لا، هذا ما هو قول أهل السنة، هذا قول باطل، هذا قاله بعض المشايخ عفى الله عنه من فترة وردوا عليه وتراجع هو عن ذلك. فمعية الله جل وعلا ليست معية اختلاط، لا يختلط بخلقه سبحانه وتعالى، وإنما هي معية إحاطة بخلقه، هذه المعية العامة، أو معية إعانة لخلقه وتسديد ونصرة، وهذه المعية الخاصة بالمؤمنين. نعم، إلا فالله ليس مختلطا بخلقه بذاته سبحانه وتعالى، وإنما هو معهم بإحاطته، ومعهم مع المؤمنين بنصره وتأييده وإعانته. نعم.